مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما من ملعب الشهيد احمد شكري. فكيف كتلاحظوا مشاهدينا متابعينا، الجمهور ديال الكوكب المرابشي تنقل هذا اليوم الى مدينه الزمامره لتشجيع اللاعبين والدفع بهم الى تحقيق نتيجه ايجابيه. فريق الكوكب المراكشي فحت الحدود اللحظة فهو متقدم بهدف واحد لصفر. كيف كتلاحظوا الجمهور رغم المكان ذاك الجمهور كبير، يعني يمكن نقول بان الجمهور ما كيتعداش 2000 حتى 1500 متفرج، ولكن الكوكب المراكشي متقدم بهدف واحد لصفر. فالحكم كيضيف 6 ديال الدقائق في هذا المقابلة، 6 ديال الدقائق اللي كيضيفهم حكم هذا المقابلة. ودائما تقدم الكوكب المراكشي كيف كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعينا، يعني كاين مجموعة من الأماكن اللي مازال فارغة، فجمهور يعني 1500 متفرج تقريبا. هذا هو الجمهور الحاضر هنا بملعب الشهيد أحمد شكري بمدينة يعني الزمامرة. وحسب الأصداء اللي وصلنا فالجمهور بدا كيغادر كيف كتلاحظوا مشاهدينا ومتابعينا، خاصة وأن يعني وصلتهم أخبار ديال نهاية مقابلة الدفاع الحسني الجليدي بالتعادل وصعود فريق الدفاع الحسني الجليدي، حسب الأخبار اللي كانت وصلوا بها هنا بملعب الشهيد أحمد شكري بمدينة زمامرة. فدائما كيف كتلاحظوا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، دائما الصحابي المدرب كيف كتلاحظوا فهو كيعيش على الأعصاب ديالو وكيوجه اللاعبين ديالو. كيف كتشوفوا مشاهدينا ومتابعينا فؤاد الصحابي مدرب فريق الكوكب المراكشي، فالجمهور ديال فريق الكوكب المراكشي اللي كيساند يعني اللاعبين كيشجع اللاعبين منذ بداية المقابلة. وحنا دائما مشاهدينا متابعينا كنتابعوا معكم هاد المقابلة اللي كتجمع فريق الكوكب المراكشي وفريق شباب بن قليل. الكوكب المراكشي كيواصل المقابلة ب 10 ديال اللاعبين بعد طرد المدافع الأوسط ديال فريق الكوكب المراكشي فؤاد الصحابي. شوف يعني كيف كتابعوا معنا مشاهدينا متابعينا كيفاش يعني تفاعل ديالو مع مجريات المقابلة فؤاد الصحابي. كيسول على النتيجة ديال مقابلة الدفاع الحسني الجديدي، والجمهور يعني كيحاولوا يمدوه بالنتيجه بين الفينه والاخرى. على اي بطوله هذا الموسم كانت بطوله يمكن القول بانها صعيبه جدا، شاهدنا فيها مقابلات قويه، مقابلات رغم ان الانديه كتنافس بالقسم الثاني، ولكن يمكن القول بان كاين بعض المقابلات اللي كان مستواهم كيرقى الى بطولة القسم الاول للنخبة. على اي الحكم ما بقى الا ينهي نهاية هذا المقابلة بتقدم فريق الكوكب المراكشي اللي غادي الموسم المقبل يدافع عن حظوظه ايضا من منهاج المقابلة. وكاين حملة مضادة سريعة لفريق الكوكب المراكشي اللي كيضغط في هذه الاثناء بحثا عن الهدف الثاني. دائما قذفة قوية، ولكن الحارس ديال الكوكب ديال شباب بن قليل كيتدخل وكيبعد الكرة على المرمى ديالو باش كتبقى النتيجة دائما هدف 1-0 لصالح فريق الكوكب المراكشي. كيف كتلاحظوا يعني المدرب الصحابي اللي لم يهدأ له بال رغم انه متقدم ورغم ان المهمة صعبة وصعبة جدا بالنسبة لفريق الكوكب المراكشي، لأن الأمور حسمت
وهذا جانب من جمهور الكوكب المراكشي الحاضر هنا لهذا المقابله اللي جمعت فريق الدفاع الحسني الجديدي بفريق شباب بلغير. وفي هذه اللحظات فريق شباب هو اللي متحكم في الكره، يحاول يعني يحتفظ بالكره ويحاول يتوغل داخل المعترك. هذا هجوم لصالح فريق الكوكب المراكشي اللي كيحاول يبحث عن الهدف الثاني، ولكن دائما تدخلات ديال المدافعين ديال فريق شباب بلغيس الناجحه في الوقت اللي النتيجه مازال هدف 1-0 لصالح فريق الكوكب المراكشي. الكوكب المراكشي اللي كيحاول يحافظ على هذه النتيجه، نتيجة الفوز بهدف 1-0. دائما مشاهدينا متابعينا يعني كنتابعوا هذا المقابلة اللي كتجمع الكوكب المراكشي بفريق شباب بنغرير، ودائما النتيجة ديالها 1-0 لصالح فريق الكوكب المراكشي. الحكم ضاف كما قلنا 6 ديال الدقائق، ما بقى ليه الا يعلن على نهاية هذا المقابلة، فهو كيستعد ينهي المقابلة. كنعتقد الوقت بدل الضائع انتهى، ايضا انتهى الوقت بدل الضائع، الكل كينتظر نهاية المقابلة، كل كينتظر نهاية هذا المقابلة اللي كتجمع بين فريق الكوكب المراكشي وفريق شباب بن غرير. انتم دائما معنا مشاهدينا الفائدة من هذا التغيير اللي غيقوم به الصحابي في هذا المكان في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا. وفي هذه اللحظات يعني كتشوفوا خيبة الأمل ديال الصحابي وديال اللاعبين ديال الكوكب المراكشي، يعني نهاية المقابلة. المقابلة كتنتهي بتقدم فريق الكوكب المراكشي بهدف 1-0. مشاهدينا متابعينا كتشوفوا يعني اللاعبين ديال الكوكب المراكشي اللي غاديين يغادروا أرضية الملعب. وقالينا مشاهدينا إلى نودعكم على أمل لقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. نهاية المقابلة 1-0 لصالح فريق الكوكب المراكشي، الكوكب المراكشي اللي فاز خلال هذا المقابلة على فريق شباب بن غرير. مشاهدينا وقالينا إلى نودعكم على أمل لقاء بكم، إلى اللقاء.